أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات، يسعدنا في هذه الحلقة الخاصة أن نستضيف ضيفا مميزا يتعلق الأمر بالدكتور والأستاذ حميد الزيتوني، والمناسبة فوزه بجائزة الأليكسو بالشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية دورة 2019 بالشارقة. سحميد، أهلا وسهلا في قناة المشاهد. بارك الله فيك الصديق عزيز عبد الله السوراء، شكرا جزيلا على الاستضافة. سي حميد، المناسبة شرف كما يقال، كيف هي أجواء يعني التكريم بالشارقة والفوز بهذه الجائزة القيمة على سواء على المستوى المعنوي أو المادي؟ الظروف العامة بين يعني كيف كانت هذه الرحلة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرة أخرى شكرا للأخ العزيز عبد الله السوراء على هذه الاستضافة في قناته المشاهد، وأرجو له كامل التوفيق. بالنسبة لجائزة الأليكسو الشارقة لهذه السنة، أحدثك أولا على يعني سياق المشاركة في هذه المسابقة وفي هذه الدورة، ثم أحدثك عن يعني ظروف التكريم ويعني ما صاحبهم من فعاليات. بالنسبة لهذه الجائزة، هي جائزة حديثة أنشئت أول مرة في سنة 2017 بشراكة بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ممثلة في مكتبها الخارجي مكتب تنسيق التعليم بالرباط، وبين مجمع اللغة العربية بالشارقة. هذه الجائزة هي إن صح القول هي جائزة تخصصية، يعني جائزة مخصصة لدراسات في تخصصات معينة، خاصة في الدراسات اللغوية والدراسات المعجمية. وكل دورة يعني يتم تحديد نوع أو جنس من هذه الدراسات، بطبيعة الحال هو الذي يشارك في المسابقة. صراحة عندما اطلعت على أو شاهدت يعني الرابط المتعلق بالمسابقة في سنة 2019، رجعت إلى السنوات السابقة أو إلى السنتين السابقتين، ورأيت يعني الفائزين في هذه المسابقة. فصراحة يعني وجدت أن الذين فازوا بهذه المسابقة هم من كبار اللغويين والمعجميين في العالم العربي. وأعطيك بعض الأسماء فقط، وللسادة المشاهدين يعني عندما تجد أحمد المتوكيل، عبد العالي المطن والغيري من المغرب، صالح بالعيد من الجزائر، حسين سوداني من تونس، عز الدين المجدوب من تونس، صراحة يعني أسماء وازنة، أسماء وازنة جدا، أسماء تشتغل في الجامعات العربية، في كبريات الجامعات العربية، أسماء يعني في نهاية مشوارها على الأقل التدريسي في الجامعة. فيعني تحس وكأنك ستدخل حلبة كبيرة جدا، ويعني ليست خاصة بك وهي بعيدة عن كل الوعي. ولكن صراحة كان هناك هاتف داخلي يدفعني إلى المشاركة، لماذا التجريب فقط؟ فكانت هذه المبادرة. والكتاب من طبيعة الحال هو المعجم القرآني بين الاشتراكين المعنوي واللفظي. كما يرى السادة المشاهدون، هذا هو الكتاب، يعني في طبعة أنيقة جدا. نعم سي عبد الله، بالنسبة للكتاب الذي شاركت به في هذه المسابقة أو الدراسة التي شاركت بها في هذه المسابقة، هي المعجم القرآني بين الاشتراكين المعنوي واللفظي. هذه الدراسة الصادرة عن دار عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع بالأردن، وأشكرهم بهذه المناسبة على الثقة وعلى النشر، ويعني بطبيعة الحال هذا النشر يعني هو أيضا ساهم في هذه الجائزة. وبهذه المناسبة أود أن أوجه يعني أولا أن أترحم على المرحوم عبد الحي عباس، لأنه أستاذي الذي تكونت على يديه، وهو أستاذي الذي أشرف على هذه الدراسة باعتبار أن هذه الدراسة هي أطروحتي لنيل الدكتوراه في كلية اللغة العربية بمراكش. وبهذه المناسبة أحيي كل أطر وأساتذة وكل مكونات كلية اللغة العربية بمراكش،
وأحيي كذلك مختبر مناهج البحث اللغة العربية واللغات في مراكش على التكريم وعلى جميع المبادرات، لأن هذا المختبر أنتمي إليه ونشأت من طبيعة الحال في حضن أساتذته. هذه الدراسة ما كان لها لتفوز لولا أنها توفرت لها شروط موضوعية، شروط علمية، وهي يعني جدة التكوين ودقة التكوين وصرامة التكوين أحيانا بكلية اللغة العربية بمراكش، خاصة وحدة درس اللغة والخطاب القرآني. هذه الوحدة التي سخرها الله تعالى يعني مجموعة من الأساتذة والأستاذات في المستوى العالي جدا والمتميز جدا، وكانت بتنسيق كما قلت لك قبل قليل من المرحوم عبد الحي عباس رحمه الله تعالى في هذه اللحظة، ورحمه الله دائما وأبدا. هذه الوحدة كونت مجموعة كبيرة جدا من الدكاترة الشباب الجادين والمجدين، ولست واحدهم، يعني أنا فقط من بين مجموعة كبيرة من الدكاترة الذين تخرجوا من هذه الوحدة ومن غيرها من وحدات أخرى أيضا، الذين لو أتيحت لهم الفرصة لفازوا أيضا بجوائز سواء على الصعيد المحلي أو الصعيد العربي أو حتى على الصعيد العالمي. أما سي عبد الله إذا سمحت لي بالنسبة للسياق يعني التكريم، فبعد أخبرنا بالفوز بالجائزة. هذه اللحظة هي التي أود أن تحدثني عنها، يعني هذه اللحظة التي سمعت فيها الخبر. نعم صديقي سي عبد الله، لا أخفيك سرا أنه أول من تواصل معي وأخبرني أنني من بين الفائزين في جائزة الأليكس الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية كان هو السيد الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العجمري، مدير مكتب تنسيق التعليم الذي كما قلت لك قبل قليل تابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. أتى لي رسالة، يعني رسالة عبر البريد الإلكتروني، يخبرني فيها أنني من بين الباحثين الذين توجوا في هذه المسابقة، وأنه سأتوصل قريبا بدعوة للحضور لحضور حفل التكريم. أصدقك القول أنني لم أصدق في البداية، ويعني لم أخبر أحدا، وبقيت مترددا هل هذه الرسالة حقيقية أم أنها مجرد يعني مزيفة، ولم أتأكد يقينا أنني من الفائزين. لست يعني هذا لا ينقص من عملي ولا ينقص من قيمة الكتاب، ولكن فقط يعني من قيمة الجائزة ومن قيمة من فاز بها. يعني أنا في نهاية الأمر أبقى باحثا مبتدئا، أبقى يعني باحثا يعني في 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 أول طريقه. وقال لي أحد الفائزين في يعني التكريم وهو الدكتور الحبيب النصراوي، قال لي فزت وأنت شابا، أما نحن فنحن نفوز ونحن في أبناء العمر. ويعني قال لي أمام يعني أمام الحضور يعني أمام الملأ. فلم أتأكد يعني يقينا من أني من الفائزين حتى توصلت برسالة ثانية من السيد الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة الدكتور محمد صافي المستغامي، الذي بطبيعة الحال أرسل لي دعوة لحضور حفل التكريم الذي كان سيقام في بداية في باريس، لأنه الدورتان الأولى والثانية أقيم حفل التكريم بمقر اليونسكو بباريس وتحت إشراف شيخ إمارة الشارقة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي. هذا الرجل الذي بطبيعة الحال إن سمحت لي لابد أن أقول كلمة في حقه. نعم. لست لأنني من الفائزين، ولكن لما وقفت عليه يعني من جهود جبارة يقوم بها الرجل في إمارة الشارقة وفي تنسيق بين مجامع اللغة العربية بالعالم العربي، وفي دعم كل الجهود التي تسعى إلى الرقي بالثقافة وبالآداب وباللغة العربية. صراحة هذا الرجل يبذل جهودا جبارة، نرجو الله تعالى أن يجازيه عنها خير الجزاء. قلت كان الحفل في البداية كان سيقام في باريس، ولكن لظروف باريس مؤخرا أنتم تعلمون أنه في دجنبير كانت هناك إضرابات وكانت هناك مشاكل، فاعتذر الرجل يعني شيخ الشارقة عن الحضور رغم أنه يعني هو الراعي للجائزة، ويعني طلب من المنظمين أن تقام بالشارقة لا أن تقام بباريس، وهو يعتذر عن الحضور. ولكن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومجمع اللغة العربية بالشارقة أصروا بحكم أن أو أصر بحكم أن الرجل هو يعني الراعي للجائزة ودعمها منذ ولادتها ويدعمها
بشكل مستمر، أصروا على يعني تشريفه للجائزة وبإشرافه عليها، فيعني استشاروا معه وقرروا نقل الجائزة إلى الشارقة، وذهبنا إلى الشارقة، ويعني صراحة لقينا من الحفاوة ومن الترحيب ومن التكريم ومن حسن الاستقبال وحرارته ومن العناية ما يعجز اللسان عن وصفه. يعني كانت لحظات جميلة والله، تحس فعلا ان يعني لم نحس ان انتماءنا الى هذا الجسم. أرد الاعتبار للكاتب العربي صحيح، لانه عندما يعني ترى الحفاوة التي احطنا بها تحس فعلا ان المثقف العربي او المثقف المغربي يعني لا يحظى بالتكريم وبالاعتراف الذي يستحقه الا خارج وطنه او الا في هذا المحفل، يعني هو محفل يعني مجمع اللغه العربيه الشارقه، لانه هذا الشيخ الشارقه هو الرئيس الاعلى للمجمع، وفي طبيعه الحال حضره يعني المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم، والتي كان مديرها العام السيد محمد ولد عمر حاضرا في 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 حفل التكريم، وسلم الجوائز ايضا الى جانب صاحب سمو الشيخ السلطان بن محمد القاسمي. يعني صراحة تحس بالغلطة والسعادة، يعني كونك تنتمي إلى مجال أن هذا العمل وصل إلى النهائيات. صحيح، وصراحة يعني هذا أنا التقيت مجموعة من أعضاء لجنة التحكيم، واسمح لي سيد عبد الله أن أعطيك بعض الأسماء يعني التي كانت حاضرة وكانت يعني شاركت في تحكيم هذه الجائزة، على رأسهم الدكتور عبد السلام المسدي ولكنه لم يحضر حفل التكريم لظروف صحية. هناك أيضا الدكتور كمال مرتضى من الجزائر، وهو معروف لدى الباحثين اللغويين والمعجميين كذلك. هناك دكتور أيضا مختص في السيميائيات واللسانيات من الجزائر، وهو أحمد يوسف. هناك دكتور الكبير جدا يعني الدكتور المعروف المشهور على الصعيد العربي والعالمي الدكتور احمد شحلال من المغرب. ايضا من بين اعضاء لجنه التحكيم ايضا السيد عبد الفتاح الجمري، يعني مدير مكتب تنسيق التعريف، وهو ايضا استاذ لسانيات في التعريف يعني وفي النقد الى اخره وفي الدلاله في المغرب. ايضا من بين ايضا اعضاء لجنه التحكيم هناك الدكتور بسام بركه من لبنان، وهو يعني كان رئيس اتحاد مترجمين العرب واستاذ اللسانيات واستاذ الترجمه، كان استاذ في الجامعه الامريكيه. نعم، هناك اسماء كثيره جدا وازنه. وصراحه هذه الجائزه يعني يعترف لها بالقيمه الاكاديميه لشروطها، وكذلك لاسماء المشاركين مشاركين بطبيعه الحال لجنه التحكيم التي تحكم هذه الجائزه، وهي اسماء مشهود لها بالكفاءه العلميه وبالنزاهه وبالحياد وبالتجرد الى اخره. انت هو ثاني مغربي، انا ثالث مغربي، ثالث مغربي صحيح. يفوز بهذه الجائزه. في الدوره الاولى فاز من المغرب الدكتور احمد المتوكل، وهو معروف يعني غني عن التعريف، شيخ لسانيين المغاربه، معروف في النحو الوظيفي وما ادراك ما سي احمد المتوكل. في الدوره الثانيه فاز بالجائزه من المغرب 2018 الدكتور عبد العالي المنغيري، وهو ايضا غني عن التعريف جامعه محمد الخامس، وكل من اشتغل يعني في الدراسات اللغويه والمعجميه في المغرب يعرف عبد العالي المنغيري، ويعرف ايضا من لم يشتغل في هذا المجال، يعني تبارك الله سي عبد العالي المنغيري يعني غني عن التعريف. وعلى العموم يعني الملاحظ في 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 هذه الدورات الثلاث يعني في الجائزه هيمنة وسيطرة العنصر المغاربي إن صح التعبير، لأنه في هذه الدورات إن لم تخني الذاكرة هناك فقط سعودية فازت معنا هذه السنة، وربما أردني في الدورة الأولى، أو فما تبقى هناك من المغرب، هناك من الجزائر، هناك من ليبيا، وهناك حضور قوي للإخوان في تونس، للإخوة في تونس ما شاء الله. يعني الجامعة التونسية أيضا إلى جانب الجامعة المغربية متميزة ما شاء الله. هل تفتح هذه الجائزة لك مشاريع؟ أكيد سيدي عبد الله، الطرق نتفائل بها. هذه الجائزة جاءت في وقتها،
انه الانسان في بعض الاحيان يعني يحس بالاحباط و يحس كأنه ليس هناك اعتراف، خاصة يعني داخل المغرب. ولكن جاءت الجائزة في وقتها، يعني عندما يأتيك الاعتراف، واعتراف من أناس لا تعرفهم ولا يعرفونك، فقط اطلعوا هذا العمل وقرأوا العمل ويعني قدروا هذا العمل ويعني أثنوا على هذا المجهود. وعندما أعود للكلمة التي دبجتها لجنة التحكيم على النتائج، يعني هم أثنوا على جودة الطرح وجدة الطرح وعلى أدوات الاشتغال وعلى وضوح الرؤية. وهذه الحمد لله يعني هي من أساسيات البحث العلمي. فالإنسان إذا كان يمتلك الأساسيات فهذا شيء 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 جميل، وهذا يعني يدفعك لمزيد من المشاريع. والحمد لله يعني هناك مشاريع إن شاء الله هي قيد الإنجاز، وهذا بطبيعة الحال الإنسان لا يعمل فقط من أجل الجوائز، ولكن فقط الجائزة هي فقط نوع من التحفيز، نوع من الاعتراف، نوع من التكريم، ودفعة نحو الأمام، دفعة نحو مزيد من العطاء، وهذا هو هدف الجائزة. وهذا رد غير مباشر على الكثير من الذين يقولون أن الأستاذ المغربي أستاذ يعني غير متمكن من آلياته، غير قادر على إيصال الكثير من الأمور إلى التلاميذ. هذا نموذج ساطع أن مغربي حاصل على جائزة كبرى بالوطن العربي من مدينة قلعة سراغنة، اللي هي مدينة متوسطة بطبيعة الحال، ولكنها تزخر بالكفاءات. أستاذ حميد واحد منها، أنه يقدم الدليل والبرهان على أن هذا الأستاذ يعني يمنح هذه الثقل لأساتذة آخرين في المغرب. أكيد سيدي عبد الله، هذا الكلام هو حقيقة. الحمد لله المغرب بكل مكوناته بمدنه الكبرى والصغرى والمتوسطة يتوفر على كفاءات. كفاءات يعني انطلقت من مجهوداتها الذاتية وبإمكاناتها الخاصة المحدودة، والحمد لله استطاعت أن تصل إلى، لست الوحيد فقط، هناك يعني هناك جوائز أخرى تنظمها أيضا إمارة الشارقة، دائرة الثقافة بإمارة الشارقة، فاز بها إخوة من مدينة مراكش، وهم أيضا أساتذة التعليم الثانوي، وهذه هي المفاجأة. يعني نحن فأنا يعني عندما صعدت إلى المنصة، ولا أخفيك يعني وهذه شهادة، يعني أن الجميع تفاجأ لسني، وكما قلت لك قبل قليل يعني الجميع يعني تفاجأ أنني أحد الفائزين، وبالنسبة إليهم أنا لست صغير، يعني لازلت صغيرا، ما أنا الحمد لله في الأربعينات من العمر. ورغم ذلك يعني أنا الوحيد الذي فاز بهذه الجائزة ولا ينتمي إلى التعليم العالي، يعني لست مدرسا في التعليم العالي، يعني أنا فقط يعني لازلت مدرسا في التعليم الثانوي، يعني التعليم الأساسي يعني في وزارة التربية الوطنية، وهذا يشرفني، يعني أنا لا ينقص من قيمتي ولا الحال. والحمد لله نحن نخلص الجدارة، الحمد لله نحن نخلص في العمل، ونتمنى أن نكون كذلك سواء في التعليم الثانوي أو في غير التعليم الثانوي. الحمد لله نحن نؤدي الرسالة التي يعني نؤمن بها وسنبقى نؤمن بها إلى أن يعني أن يقضي الله أمر كان مفعولا. أستاذ حميد ألف مبروك، وأترك لك كلمة أخيرة لجمهورك وللمتتبعين المتعطشين لأخبارك على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العربي. بارك الله فيك سي عبد الله، أولا على هذه الدعوة وعلى هذه المقابلة الشيقة، وأرجو لك التوفيق إن شاء الله في عملك وفي هذه المبادرة الإعلامية. كلمتي أوجهها إلى زملائي الباحثين، إلى زملائي الذين يعني هم في بداية الطريق، أدعوهم إلى العمل الجاد وإلى الاجتهاد وإلى الإيمان بقدراتهم الذاتية وإلى السعي نحو إخراج أطروحاتهم وأعمالهم وطبعها، و يعني أن يكتبوا لها الانتشار، لأن الاحتفاظ بهذه الأعمال لن يفيدهم في شيء ولن يفيد القارئ في شيء. هذه الأعمال أنا على يقين، وأنا أعرف كثيرا من الإخوة الذين لديهم قدرات عالية جدا ولديهم إمكانات كبيرة جدا، ولو أخرجوها وتقاسموها مع الآخرين سيكون خيرا إن شاء الله لهم،
سواء من الناحية المعنوية أو من الناحية المادية، وسيكون خيرا لهم في مسارهم العلمي وفي يعني مسيرتهم التربوية والأكاديمية إن شاء الله. وأرجو التوفيق للجميع، وشكرا مرة أخرى سعد. شكرا الأستاذ حميد الزيتوني، وهنيئا لك بهذه الجائزة، وهنيئا للمغرب بفوز يعني أن كنت تمثل المغاربة والفوز بهذه الجائزة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.